فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدي هناك بعض الإخوة إذا وجدوا من ليس على منهج السلف الصالح فإنهم يتكلمون فيه بكلمات ويذكرون أوصافا له سيئة، ويقولون ليس لهؤلاء عرض فيجوز غيبتهم، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. هل من منهج السلف الصالح الكلام في الناس، تجريح الناس والحق من قدر المخالفين؟ هذا ليس من منهج السلف الصالح، ليس من منهج السلف الصالح. وكما قلت لكم، الذي ينتسب إلى منهج السلف الصالح لا بد أن يدرس منهجهم ويعرف منهجهم، ما يكفي الانتساب فقط. السلف الصالح ما كانوا يجرحون ويسبون ويغتابون في المجالس، ما كانوا يفعلون هذا، إنما يناصحون نصيحة لا الفضيحة، النصيحة لا الفضيحة. هذا مذهب السلف الصالح. نعم.